الأستاذ جمال عبد المجيد العلوشي، مدير عام دار الكتب والوثائق وكالة. هي دار الكتب والوثائق تأسست عام 1987 نتيجة دمج المكتبة الوطنية بالمركز الوطني للوثائق. تقوم دار الكتب والوثائق بتقديم الخدمات للطلبة الدراسات العليا والباحثين وتوفير كافة مستلزمات البحث والدراسة من كتب ومجلات وصحف ورسائل جامعية ومختلف الوثائق المرحلة إلينا من مختلف دوائر الدولة. حسب القانون تعرضت إلى حريقين يوم 10/4 ويوم 12/4/2003 نتيجة الغزو الأمريكي على العراق. خسرت مقتنياتها 25% من الكتب بما فيها الكتب النادرة و60% تقريبا من الوثائق، إضافة إلى أن المهمات كان في الموقع البديل في هيئة السياحة. غمرت المياه بالعديد من الوثائق والكتب، ولا تزال الصيانة والترميم يجري على هذا. الرقم له هي تحويل المواد الورقية والمواد التقليدية إلى جهاز بلغة الحاسوب، ومن ثم يعرض على شكل قرص عبر الشاشات. الغاية من الرقمنة هو أولا الحفاظ على المصادر الأولية الورقية وخزنها، واثنين الرقمنة توفر لنا المكان الكافي لحفظ هذه، وبالإمكان من الرقمنة الاستفادة عند عرضها على الموقع الدار على الإنترنت. بإمكان الباحث هو بيتهم أو بأي مكان في العالم الاطلاع على مصادرنا عبر الشبكة الدولية الإنترنت. الرقمنة ما لها وقت محدد الحقيقة لأنه تنتهي، وإنما لأنه إحنا على طول مدار السنة تأتينا كتب ووثائق ما ممكن تنتهي. الكتب والوثائق الكتب تزيع عبر قانون الإيداع رقم 37 يلزم كافة المطابع الأهلية والحكومية بإيداع نسخ من الكتب ومصنفاتهم، في حين دوائر الدولة ترحل ما لديها من وثائق إلى هذه الدار بعد انتفاء الحاجة من تلك الوثائق، وتأتي إلى هنا لأغراض البحث والدراسة. العملية مستمرة ما ممكن أن تتوقف. عندنا مختلف الأجهزة اللي هي السكانرات والكاميرات. هذه الأجهزة تمت مساعدة مكتبة الكونغرس والمكتبة الرقمية الدولية أيضا تحت رعاية اليونسكو ساعدونا بها. دعم مكتبة الكونغرس هو أول شيء إقامة دورات لمنتسبي الدائرة على الترميم والصيانة وحول الرقمنة أيضا.